الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المنن عقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام،
واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك
الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي وأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعدا فلا يرى وقربا فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمن الحمد لله الذي يؤمن الخائفين
وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين أكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكاها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصلي على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين وصلي على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر
الغضب وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك. إقامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجلوه
وبضر تكشفوه ونصر تعزوه وسلطان حق تظهروه ورحمة منك تجللنا تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فأسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة أتم من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغل لنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك
ولا تستبدل بي غيري. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. تسليما. أحبائي. Tonight, the first of the nights of Laylatul Qadr, we sit here today in this Husayniya Mubarakah with hearts that are broken. Laylatul Dharba, the night our Mawla and our Imam Waliyullah wa Hujjatullah fil Ard Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. On a night like this when he shall be struck, for us, our mood, our attitude, our mentality is like tonight we have gathered as people who have become aitam, yateem with the loss of a mawla. For we sit with a heart that is broken, and as we mourn for the Quran natiq, we shall do the a'mal of the Quran summit. In this first dua, there are two places where we shall ask for hajat. In the first dua, we open a copy of the Quran in front of us, and we will seek for the intercession of Allah subhanahu wa ta'ala by this Quran. And as you seek for your du'as and your hajat and you place the Quran in front of you, remind yourself that this Quran is the eternal book of guidance through which you and I are supposed to live our lives. Allahumma salli ala Muhammadin. بك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار. الله وآل محمد حاجات.
the second part of the A'mal, we shall now place the Quran on our head, and we shall seek the intercession, beginning with the Lord of the Universe. Through the sake of the Quran, we shall invoke the Lord of the Universe, and we shall then seek the intercession of each and every one of the Ma'soom Imams, A'immah, beginning with Rasulullah and including Sayyidatina Nisa'il Alameen. As you place the Quran on your head, keep this in your mind that we have to live our lives by the Quran, and that the Quran will take importance over every decision and every action that we take in our life. It will be in accordance with the Quran. And tawfiq is from Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق